التقشير الكيميائي للبشرة من الإجراءات التجميلية المنتشرة، فيها بيتم استخدام مادة كيميائية بتوضع على الجلد علشان تقشر الجلد. ممكن تبقى في صورة سائل زي أحماض الفواكه، هنا احنا بنكون محتاجين نقشر الجلد بس ونشيل الطبقات السطحية منه. أحيانا كمان بنكون محتاجين نقشر الجلد ونفتحه، فبنستخدم حاجة تانية في صورة كريم بيكون فيها مواد تقشير وتفتيح في نفس الوقت، بنضيفها على الوش وبنسيبها من 6 ل 8 ساعات. اللي بيحصل بعد جلسة التقشير ان الجلد بيحمر لمدة ايام بسيطة، بعد كده بيغمق شوية نتيجة تكون القشرة، وبعد كده القشرة بتنفصل. الموضوع ده بياخد له حوالي اسبوع. بنراعي جدا في الفترة دي ان احنا بنستخدم كريمات لترطيب الجلد علشان القشرة تفصل بشكل هادي، ما نلعبش ابدا في القشرة وما نحاولش نشيلها بشكل اجريسيف لان ده هيسيب لون غامق مكانه، وطبعا بنتجنب التعرض للشمس في اول 3 ايام بعد جلسة التقشير. بنستخدم التقشير الكيميائي لعلاج بعض المشاكل في الجلد زي الالوان والتصبغات الجلدية، بنستخدمه كمان لاستعادة نشاط الجلد وحيويته ونضارته مرة تانية علشان نشيل الطبقات او الخلايا المتراكمة على طبقة الجلد، وبيساعد جدا كمان لو عندنا بعض الفاين رينكلز او التجاعيد الرفيعة الموجودة، وبيدينا نضارة للجلد هايلة بعد كده.